بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. واخيرا انتصر برشلونه بمباراه كبيره، واخيرا برشلونه بيقدر يخلص مباراه كبيره بنتيجه كويسه. انت بتلعب اتلتيكو مدريد، ناس كتيره جدا خارج قطاع برشلونه هتشوف ان المباراه عادي جدا، بيلعبوا على المركز الرابع المؤهل لدوري ابطال اوروبا. برشلونه واتلتيكو مدريد بره الفورمه، بس لو انت داخل المجتمع البرشلوني هتبقى عارف كويس جدا ان برشلونه كان محتاج المباراه دي جدا جدا جدا، لان احنا فريق في مرحله الشك. فمحتاجين ماتشات كبيره علشان اللعيبه بتاعتنا تبدا تاخد ثقه في نفسها. برشلونه قدم اشواط ممتازه جدا السنه دي، قدم شوط مميز جدا قدام سالتا فيجو، شوط قد يكون هجوميا كان افضل من النهارده، بس برشلونه الشوط الثاني كان سيء جدا قدام سالتا فيجو. النهارده برشلونه الشوط الثاني يمكن طرد داني الفيش اجبرك انك تلعب 4-4-1 وتقفل الملعب على اتلتيكو مدريد، بس الحمد لله طرد من داني الفيش اللي كان نجم المباراه الاول بالنسبه لي النهارده كهجوميا ودفاعيا، وبتدافع على جناح رخم زي كراسكو كانت تمشي معاه. اللعبات اللي حصلت دي، اللعبه اللي اتطرد فيها داني الفيش كانت تمشي زمان قبل الفار، بس الفار دلوقتي لقطك يا داني فرحمه طلعك. داني الفيش اللي عمل اسيست وسجل هدف النهارده، عمل اسيست لجوردي البا. جوردي البا وخط دفاع برشلونه النهارده اللي كانوا مميزين جدا، خط دفاع برشلونه النهارده تبص كده في 3 اجوان خط الدفاع مسجلهم. جوردي البا مسجل هدف، داني الفيش مسجل هدف، اراخو مسجل هدف، قدام جافي مسجل. هو جافي وكره عرضيه. وقدام اتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد سيء، بس انا مش مهم، ريال مدريد كان قدامي سيء جدا في السوبر وما عرفش اكسب، المهم ان انا عرفت اكسب. مش مشكلتي اتلتيكو مدريد سيء، مش مشكلتي سيميوني عفى عليه الزمن ومش عارف يتطور ومش عارف يشغل لعيبته وهيفضل دايما عايش على طريقه لعب واحده، كل ده مش مشكلتي، لان نفس سيميوني ده لو كان كسبني النهارده كان هيتم التهليل ليه. بس مش مهم خالص بالنسبه لي كسيميوني ولا فرقته، انا اهم حاجه بالنسبه لي فرقتي. اهم حاجه فرقتي لما دخل فيها جون بدري عن طريق كراسكو وعن طريق تمركز سيء من خط الدفاع. ما هي مشكلتنا فين؟ مشكلتنا ان احنا ما نعرفش ندافع، يعني ما نعرفش ندافع. خط الدفاع بيهاجم بس ما نعرفش ندافع، المساحات بتكون كبيره جدا. داني الفيش بيضرب ضربات غريبه كده، اللي هو ضربات قديمه شويه بس بتوقف الجناح اللي قدامه. داني الفيش كان حرفيا قدام فينيسيو جونيور شغال ضربه بس كان بيعرف كويس قوي ان هو يهرب من الانذارات ويهرب من الكروت. النهارده خد واحده غبيه شويه اتطرد فيها، بس كان عارف يوقف كراسكو برده. الناحيه الثانيه جوردي البا كان كويس نوعا ما. خط الهجوم اداما تراوري وفيرن توريس بالنسبه لي ظهور موفق جدا بالنسبه لهم النهارده، خصوصا ظهور اول لاداما. اداما اللي يا رب يخيب ظني، لان اداما النهارده كان مميز جدا الشوط الاول، والامانه والشهاده لله النص ساعه اللي اوبا خدها كان مميز جدا بيها. وبيانج شفته عمل كميه جري كتير ما عملهاش في سنه ونص تقريبا في ارسنال. فاوميانج يا رب يكون جاي فعلا عايز يلعب كوره، يا رب يكون جاي نفسه يبطل في برشلونه بمستوى عالي يا رب. انا لما نسيتش نص الملعب، بس نص الملعب كان أسوأ حاجه في الجيم بالنسبه لنا وبالنسبه لاتلتيكو مدريد. نص الملعب بتاع برشلونه هو التقييمات الأسوأ. بدري كان تقييمه سيء، سيرجيو بوسكيتس كان تقييمه سيء، ولسه علامه استفهام او مليار علامه استفهام ليه بوسكيتس بيكمل ماتشات كامله. فرانكي ديونج كان أسوأ لاعب في الملعب بالنسبه لبرشلونه، لما تلاقي تقييم فرانكي هو 6.4 اللي هو أسوأ تقييم في الملعب حرفيا بالنسبه لعيبه برشلونه، بجانب ان مارك اندريه تير شتيجن تقييمه 6.2 اللي هو بس مش اندريه تير شتيجن وفرانكي ديونج سعيد النهارده. مع ذلك خط الهجوم قدر ان هو يشيلهم وخط الدفاع قدر ان هو يشيلهم، يعني انت النهارده كنت بتلعب من غير خط نص حرفيا، بس خط الهجوم كان موفق وخط الدفاع كان موفق جدا. بالنسبه لاتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد سيميوني 4-3-3 يا 4-4-2 هو شغال بيها بقاله سنين. النهارده لعب 4-3-3، كان ممكن يكسب المباراه لولا ان هو برشلونه عمل عليه ريمونتادا بدري، اللي هو برشلونه لو كان اتاخر في التسجيل كان الموضوع هيبقى صعب، بس الحمد لله برشلونه ما اتاخرش في التسجيل. برشلونه لما سجل فيه الهدف الاول والهدف الثاني والهدف الثالث قرر ان هو هينزل يعمل تغييرات، ان خط الدفاع بتاعه كان سيء جدا جدا جدا. سيميوني النهارده مغير فيرساليكو ومغير ماريو هرموسو ومغير باك الشمال ومغير باك اليمين، وانا نفسي افهم طالما انت ما عندكش باك يمين مشيت كيرن ترابير ايه؟ بس هي كلها عك في منظومه اتلتيكو مدريد. هو نزل رينالدو مكان توماس ليمار اللي كان خارج الخدمه، ونزل داني ووس مكان فيرساليكو، وهيكتور هيريرا مكان كوكي، وماتياس كونيا مكان ماريو هرموسو، وجواو فيليكس مكان انخيل دي ماريا اسف مكان جواو فيليكس. برشلونه يعني هو حط خط الهجوم كله على الدكه، راح معاه على الزلزولي على الدكه، وقعد عثمان ديمبيلي على الدكه، نزل اوباميانج اول تغييره ليه،
مكان أداما، وبدري طلع ونزل معاه نيكو، نزل نيكو جونزاليس علشان خاطر طبعا احنا عارفين التجربه بتاعت نيكو دي، بينزله علشان خاطر معلش بوسكيتس تعب. طب ايه علاقه بوسكيتس بنيكو جونزاليس؟ ما نزل نيكو جونزاليس علشان يعمل ادوار بوسكيتس اللي المفروض يعملها. طب ما طلع بوسكيتس، انا بقالي شهر بقول الكلمه دي ومع ذلك ما بيطلعش بوسكيتس ولا بيعمل اي حاجه. سيرجيو ديست مكان جافي علشان خاطر يقلبها 4 4 1 بعد الطرد اللي اتعرض ليه داني الفيش. للامانه برشلونه قدم مباراه مميزه جدا دفاعيا الشوط الثاني، ومباراه مميزه جدا هجوميا الشوط الاول. الحمد لله رب العالمين قدرنا نطلع من المباراه كسبانين. ان شاء الله باذن الله برشلونه يروح لمكان ابعد من المركز الرابع ان شاء الله باذن الله. مش هقول لك النفس على الدوري، لان النفس على الدوري او الكلام على النص على الدوري والكلام على رجوع برشلونه 2009 والكلام ده معناه ان احنا بنهرج. احنا كسبنا النهارده ماتش، فناخدها ستيب باي ستيب كده، مش نقعد نفرح بالمكسب النهارده واجي اعمل نتيجه سلبيه قدام اسبانيول يبقى هديت اللي اتبنى ولسه مفيش حاجه اتبنت. ان شاء الله باذن الله برشلونه يعرف الفتره الجايه يكسب نابولي في اليوروبا ليج. نتكلم على روح 2010 نلعب اليوروبا ليج، بس الحمد لله رب العالمين عرفنا نكسب اتلتيكو مدريد النهارده. يعني احنا هنفتري الحمد لله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فرايك واحترم يا برو، انا مش هطلع احلل واقول روح وجرينتا واو واجي الماتش الجاي البس قدام فرقه زي اسبانيول. انا كنت اسعدتك، انا كنت خايف اساسا، انا والله العظيم انا كنت مرعوب اساسا ان احنا نتعادل الشوط الثاني، بس الحمد لله رب العالمين يمكن الطرد هو اللي خلانا نرجع ندافع ونرجع للمها. الحمد لله عدت على خير.